طيب ايه يعني، كلمني عن الماتشات اللي انتوا لعبتوها في يعني في السيزون ده. ايه اصعب ماتش مثلا لعبتوه انت فاكر؟ كان لا هو مش اصعب، هو هي يعني هو كل الماتشات من اول ماتش في الموسم كان صعب. انا ما كنتش متوقع كده، انا عمري في حياتي ما يعني ما انا دايما كنت لما كنت بلعب في الاهلي، فكل ماتش انا داخل يعني الحمد لله عارف ان انا هكسب، او حتى يعني خلاص هو مفيش غير المكسب. فلما جيت بقى هوليدو يعني اكتشفت ان يعني في صعوبة كبيرة قوي، يعني اللي هو كل ماتش اجمل، يعني كل ماتش جامد. يعني مثلا في الاهلي كنت بتلعب فرق اقل منك شويه، فبتروح على الماتش بتبقى ضامن، مش شبه ضامن انك هتكسب يعني، طبعا اللعب يعني تلعب وبعد كده ضامن ان شاء الله انك هتكسب. هنا بقى الماتشات يعني كل ماتش اجمل من اللي قبله، طبعا في ماتشات بتبقى جامده قوي وفي ماتشات بتبقى اللي احنا بنلعب عليها اللي هو بننافس عليها، يعني عايزين لازم نكسب الماتش ده عشان يعني نبقى في حته حلوه في الدوري. بس في يعني اصعب ماتشات بقى اللي هي كانت ماتشات اخر الدور، اللي هو الدور الثاني. الدور اللي هو هو في ماتشات في الاول عادي اللي هو اول دور زي ما قلت لحضرتك كله بيلعب بعض، بعد كده الدور بقى اللي انت بتحدد مين اللي هيقعد في الستة اللي في النص ومين اللي هينزل يلعب هبوط، ده كان الصعب ده اصعب بالنسبة دور. لكم؟ ان ده يعني خلاص يا تثبت انك موجود يا اما ليلة هتبقى اوت. لا تنزل تلعب الدور اللي هي دلوقتي شغالة، كان اول ماتشات النهاردة اللي هي تنزل بقى تلعب، تشوف الست فرق الاخرانيين دول فرقتين بيقعدوا واربعة بيهبطوا دايركت خلاص. ما هو بتبقى هنا الامور صعبة جدا. طبعا. ما هو فكرة لما بيبقى يعني من ستة اتنين بس اللي هيقعدوا هتبقى ضرب نار. طبعا. فاحنا الحمد لله ما نزلناش للمرحله دي، احنا خلصنا في السته، في المرحله الثانيه على طول اللي هو احنا قعدنا مع السته الاولين. طيب